مرحباً. أهلاً وسهلاً بكم. السلام عليكم. Welcome back to Arabic Vocabulary in Use on my channel. It's me, Veysel Ozel. In today's lesson, we'll explore the phrase, he tries to. يحاول أن. He tries to help as much as possible. يحاول ان يساعد قدر الإمكان يحاول ان يساعد قدر الإمكان يحاول ان يساعد قدر الإمكان He tries to speed up the task يحاول ان يسرع المهمه يحاول ان يسرع المهمه

يحاول أن يجعل والده سعيدا يحاول أن يجعل والده سعيدا يحاول أن يجعل والده سعيدا He tries to make his mother happy يحاول أن يجعل والدته سعيدة يحاول أن يجعل والدته سعيدة يحاول ان يجعل والدته سعيده He tries to make his children happy يحاول ان يجعل اطفاله سعداء يحاول ان يجعل اطفاله سعداء يحاول ان يجعل اطفاله سعداء He tries to make things easier يحاول ان يجعل الامر اسهل يحاول ان يجعل الامر اسهل يحاول ان يجعل الامر اسهل he tries to answer the questions يحاول ان يجيب على الاسئله يحاول ان يجيب على الاسئله يحاول ان يجيب على الاسئله he tries to prove that with diligence and determination يحاول ان يثبت ذلك بجد واصرار يحاول ان يثبت ذلك بجد واصرار يحاول ان يثبت ذلك بجد واصرار He tries to hurry. You haul and yestagil. You haul and yestagil. You haul and yestagil. He tries to help them. You haul and you say Idehom. You haul and you You haul and you he tries to benefit from this. يحاول أن يستفيد He tries to enjoy every moment. يحاول ان يستمتع بكل لحظه يحاول ان يستمتع بكل لحظه he tries to wake up يحاول ان يستيقظ يحاول ان يستيقظ يحاول ان يستيقظ he tries to encourage them يحاول أن يشجعهم. يحاول أن يشجعهم. يحاول أن يشجعهم. He tries to explain that simply. يحاول أن يشرح ذلك ببساطة. يحاول أن يشرح ذلك ببساطة. يحاول ان يشرح ذلك ببساطه He tries to explain the lesson clearly. يحاول ان يشرح الدرس بوضوح يحاول ان يشرح الدرس بوضوح يحاول ان يشرح الدرس بوضوح He tries to explain how he feels يحاول ان يشرح كيف يشعر يحاول ان يشرح كيف يشعر يحاول ان يشرح كيف يشعر He tries to describe his love for her honestly يحاول ان يصف حبه لها بصراحه يحاول ان يصف حبه لها بصراحه يحاول ان يصف حبه لها بصراحه He tries to describe the matter in simple words يحاول ان يصف الامر بكلمات بسيطه يحاول ان يصف الامر بكلمات بسيطه يحاول ان يصف الامر بكلمات بسيطه He tries to apply what he learns. He tries to ask good questions. يحاول أن يطرح أسئلة جيدة. يحاول ان يطرح اسئله جيده يحاول ان يطرح اسئله جيده he tries to clean the house himself يحاول ان يطهر المنزل بنفسه يحاول ان يطهر المنزل بنفسه يحاول ان يطهر المنزل بنفسه he tries to clean his car himself يحاول ان ينظف سيارته بنفسه يحاول ان ينظف سيارته بنفسه يحاول ان ينظف سيارته بنفسه

يحاول ان يصحح الاخطاء يحاول ان يصحح الاخطاء he tries to give them the details يحاول ان يعطيهم التفاصيل يحاول ان يعطيهم التفاصيل يحاول ان يعطيهم التفاصيل I hope you found this lesson insightful and will use the new phrase in your daily conversations to enhance your Arabic skills. Thank you for joining us. Don't forget to subscribe for more lessons. Let's keep learning together. Goodbye. Ma salama. See you soon. Ila liqa. God bless you. Fi amanillah. Peace be upon you. Assalamu alaikum.